أصلي من جابس، وقت اللي عدينا عليهم في مدنين يعني قالوا لنا يعني ما يمشوش يزمم علاش في تونس. عالجنا غاديك أما يعني بعتونا لهنا قعدنا نمشوا ونجوا نعالجوا فيهم كل موعد نجيبوهم، بعنا كل شيء، أثاثنا بعنا كل شيء في الأخير، ورقدت هنا بهم 20 يوم في الرابطة وقعدنا نعالجوا فيهم لهنا من السبيطار للسبيطار. في الأخير يعني نصحونا قالوا لنا رامي يمشوش يعني كل شيء، عالجوهم هنا في الأعصاب. قعدنا كرينا لهنا بيهم دار على خطرهم نعالجوا فيهم، عدينا عليهم يعني قلنا ما يتعالجوش يعني ويرهدي وكل الحصاب هكا، وعدينا على الكبير وبعتلي زد جبت الصغير زد طلع كيف كيف متعبين ياسر. نوصل لنا بالكروسة ونجيب فيهم، والكبير عمره 10 سنين والآخر 7 سنين ونص، وبالكوش والدوية ديما نرقد فيهم نعدي في الرابطة في القصاب. الطفل الكبير بالفشفاشة نجم نوريها لكم، عند ضيق نفس وكارية مي وضو، هو يخدم مرم أني ما نخدمش في هزانهم في تحميلهم، معاش النجم تعب للمعاج، لا نخرج زي الناس ولا نمشي زي الناس لا نسوق زي الناس، يعني نتحرك بالكروسة نتحرك بهم هم، من غيرهم هم ما نتحركش. شكون تفكر شكون المسؤولين جايك شكون؟ ما جاني على التحد، والناس يعاونني كل مرة، واحد ما يكذبش كل مرة يجيني حد يعاون في عليهم. أما بالله لليمت الناس باش تعاوني عليهم انت لليمت، يعني ما عملناش شهرية قارة، هو ما يتلقاش ما عندهاش شهرية قارة، اني زاد كيف كيف قلت لك نتلقى في الميتين عليهم، مشيت لهم في الكوش الدويات يعني نشرو فيه احنا، هم ديما يمرضوا لي خاطر عندهم القبض خاطر من قلة المشي، يعني الطبيب الماكلة اللي يقلا يعني تحرس لهم في كروشهم ديما نرقد بهم، يعني ترقدش من دوس يعني عندي دوسات كلهم في السبيطار، يعني عندي ديما نرقد بهم، ما عنديش قبل الحالة يعني خرجت بهم من القصاب يعني. وعندي عملية يعني على حكاية زادة في عينة باش يعمل عملية بعد العيد. احنا اليوم جيناك مع الجروب Lost and Found تونسي وكونسومي تونسي، جوني ليلتها شو نقول لك طفل على الاخر، عديت عليه النهار هكا نهرين، تصوري انت من 11 اللي في السبيطار مطيشة عطش الخمسة نتاع العشية، تصاور عملت كل شيء، ما عطوني الدواء طفل باش يرد نقوه هنا باش يموت لي من القبض. جو هما نقضوا لي موغد وعدوا عليه هزوه شروا لي الدواء، عاونوني نهار هكا فرحوا الصغار للبدو الصغار، كل شوية يما أطلبيهم لي كل شوية يما أطلبيهم لي. اسكندر ولدي بدا يما كلميهم لي خلي جو، ونحب نحكي معهم في التليفون نحب نكلمهم، يعني فرحوا الصغار برشا الله يرحم والديهم. عدتني بدت يعني مطمانة، بدت مطمانة يعني في قلبي نقول يعني جيت شكون وجيت شكون باش يعاوني، خاطر من جيت الجمعية هيك اللي يقولوا لي برشا بري الجمعيات بري خلي يعاونوك على الصغار، اني ما نمشيش ما نخرجش ما نعرفش الجمعيات، ما نهبطش لتونس عمريش هبطت لتونس ولا نحوس ولا نمشي الجمعيات ولا نمشي هيك، كان قال لهم حد هيك وحدين يجوا يعاونوني اما باش نمشي اني مثلا الجمعيات ولا Thank you.
إذا نحن مع جروب بلوس أند فاوند وكونسومي تونسي، باش نسألك كيفاش تعرفت عليهم، كيفاش القصة متاعك، خاطر هما قالولنا لي عاونوك برشا وحالتك تستحق. عاونوني برشا برشا ونشكرهم برشا برشا. المحل أنا كنت نسكن في قبل في المروج، فهمتني، وسأت حالتي فهمتني بشوي بشوي ليل، معناها صارين في صرف الشبكية وعملت 3 عمليات وحسيرهم بعد قالوا لي لازمك عملية كامل برا. بعد نقلت لهنا الحي الزهور، سكنت 7 شهور برسك في دار فهمتني، استوديو بيت في بيت بكل هندة كلها قشور، ماء والضوء جعبة الماء متعادة في قمنا خيط الضوء، حسيروا ظروف تعبة على الأخر على الأخر فهمتني. ودار كريب 200 دينار وكل شيء، وما تستحقش معناها كون كريب 200 دينار. ليل بديت الأزمة هذه تاع كورونا، إن شاء الله ربي يلطف بينا وتونس الكل. فما إنسان معناه يرحم والديك ووالديه اللي هو محمد تيسير النهدي، هو اللي عرفني على أختي هداء فهمتني، وأعطاني نمروها. اتصلت بها في الليل مؤخر زادة نهارتها نذكرها، ما حكيت قريب 11 هكاك 10:30 تاع الليل، ومسكينة تفعلت معايا معناها ويرحم والداها معناها فهمتني، معناها الحق تاع ربي، قالت لي بقدرة ربي ما غير ما تخمم وإن شاء الله فهمتني راني نجيك. قلت لها أنا شيش تنساني يا أختي هدية، قالت لي لا والله تنساك الموت، بقدرة ربي أنا نجيك. وجاتني بالفعل المرة الأولى بعثت لي أختي فاتن يرحم والديك والداها وربي يفضلها من لوست أند فاوند، ومن بعد ديك زاد جاتني أختي هدية فهمتني، وديريكت دوما دخلت للدار معناها تفاجأت هي كوني أنا نسكن في الاستوديو هذاك، معناها تفاجأت بالريحة نتاع الندى والقشور والصغار كيفاش، معناها الزبيبيات يعيشوا غادي، خاطر يلزمك تخرج منه هذا في أقرب وقت ممكن. وبطبيعتي أنا الملاك معناها يسالني فلوس، معناها كراية مش خالص كاملت، خلصتهم لي الكراية اللي عند الآخر غادي القديم اللي سالهولي، ومن با معناها دوجور جابوني يدبروا لي الدار هذه وكراوها لي بعام وعاودوا أثوها لي من أول جديد، واللي عندي الكل وما هزيت منه حتى شيء معناها فهمتني، حتى اللي عندي الاثاث اللي عندي في الدار وكل شيء مهم ديجا ما عنديش حاجه كبيره برشا فهمتني، كله بنده وكله معناها حالته حليله معناها فهمتني. شريوا لي كل شيء جديد يرحم والديك والديهم، بيت نوم اللي هي بيت نوم اللي بعتها انا في عمليتي كاستحقيتها، وبيت صالتي فهمتني زاد اللي استحقيتها في عمليتي بعتها كيف كيف، يرحم والديك والديهم كل شيء جابوا لي جديد من اجوس كازيد معناها فهمتني، ويرحم والديك والديهم وعاونوني زاد بالفلوس وكل شيء وقضيه وقفوا معايا وهم على الخير ويرحم والديهم فهمتني. ونشكرهم برشا وبرافو كونسومي تونسي ولا ستاند فاوند، وان شاء الله ربي يوفقهم ويرحم والديك والديهم ان شاء الله يا ربي، واهل الخير زاد الكل يرحم والديهم الكل ان شاء الله. معنا مدام هدى اللي تلهيت بسي حمزه. مدام هدى شنو هذا كل في نهارين كريت الدار دبرت الموبل، كيفاش اعطيني هذا الكل معناتها كيفاش تنجموا تلموا في نهارين؟ راهو بصعوبه نهارين دار موبل تيلي كل شيء جديد تخلصوا الكري. انا كلمني اخويا حمزه في الليل تفاعلت معاه، يعني كلمني في التليفون تفاعلت معاه وجيت على عين المكان عين الحاله، خاطر احنا كي جينا حاله رانا نثبتوا فيها، خاطر ما شاء الله الحاله برشا والعبيد شنو زاد الكري عام كامل معناها الحمد لله في الدار الحمد لله الحمد لله. دونك انا جيت عينت الحاله تستحقنا ندخلوا فيها وندخلوا توت سويت، على خاطر الحكايه فيها زوج صغار 3 سنين و4 سنين في دار كلها باش تيح بندي، معناها الحاله تمرض ما عادش ينجم يقعد فيها اكثر. اول حاجه عملناها خلصنا الكري وبعد ديريكت ما قعدت لوجلو على دار اخرى، اما راهو الحكايه هذيا ما تصيرش وحدنا، راهو احنا 6 من الناس متطوعين اللي احنا على دو جروب كونسومي تونسي ولوست اند فاوند، اما هبط على الجروب والعبيد تفاعلت، ناس الخير هي اللي تفاعلت، معناها العبيد اللي موجودين في جروبيتنا هما اللي تفاعلوا مع الحاله، هما اللي عاونوني اني انا لقيت الدار من الخويا حمزه باش كريتيلو عام كامل وأسستيلو. ونحب نشكر لهنا فما شركة تونسية نحتفظ بالاسم خاطر هما زادا ما يحبوش يقولوا على اسميهم، هما اللي خلصوا كري عام كامل خويا حمزة، والمبل الكل من اللي دون اللي لميناهم شرينا بيهم مبل كله جديد. معنا مدام أميل زوجة سي حمزة باش تقول لنا، خاطر قالت اتصلت برشا جمعيات ولا جمعية جاتني ولا دولة ولا معتمد ولا ولاية تفكرت، يسيرتو احنا توا في كونفينمون. بالحق انا لهنا نحب نقول حاجه للمسؤولين، يا مسؤولين يا دوله، على الاقل كي ماكمش قادرين باش تعاونوا العباد سهلوها للجمعيات، سهلوا لهم اوراقهم،
سهلوا هيلهم، مش نقولها هكا، سهلوا الأوراق للجمعيات، خليهم يتحركوا، خلي الناس تخدم. بحكم اللي هو معناتها ما يخزرش والكل، أنا ندخل ديما، معناتها أنا عينيه اللي يخزر بها، ندخل أنا باش نفركس على الجمعيات. أنا ساعات حتى في الليل بالحق، معناتها أنا حتى ساعات في الليل ما نرقدش، معناتها نوم الليل خاطر نخمم في صغاري، بيت نفركس. أنا اتصلت ببرشا عباد، نوصل حتى النجم حتى بار بروف، نوريكم الميساجات والتصاور معناتها متاع نداء ومتاع كل شيء، حتى حد ما حاب يتفاعل معانا. دونك الوحيدين معناتها اللي تفاعلوا معانا هما الجمعيتين هذوم، فما هدى كونسومي تونسي اللي هي مترأستها هدى، وفما زادة يرحم والديهم لو ستاند فاوند اللي هي مترأستها مدام فاتن. باهي مدام فاتن، كيفاش تعاونتوا مع بعضكم كونسومي تونسي ولو ستاند فاوند؟ جمعتنا الكورونا الحمد لله يا ربي، تعرفنا على بعضنا بالصدفة، يد واحدة ما تصفقش كيما تعرف. دونك وليد في اليد انا هدى، والحمد لله يا ربي نحاولوا نعملوا للماكسيمو. سامحني، هما يرحم والديهم، هما كانوا نجموا يجونا يجيبونا شويه قضيه على الازمه تاع الكورونا، معناها باش نوكل صغاري ومن بعد معناتها يروحوا ما عادش يرجعونا جمله بالحق. مي هما حسوا انه حالتنا مش نتاع مشكله قضيه وماكله كهو، ما تحسونا نحنا بالحق مستحقين، هما اللي سمعونا، وهما معناتها بغض النظر على السياسيين وعلى عباد الشدة بلايس، الحق يرحم والديهم على الاخر. زاد نذكر اول نهار جيتها قلت لها بقدر ربي هدى باش تجيك من بعد العشيه، مسكينه حسيتها ماهيش مصدقتني، يمكن تلما وعدوها ولا جواش امال هكاك. اي قالت لي بالحق قلت لها اكيد ان شاء الله هدى، وفيكتيف ما وقتها هدى جايه من الطريق من القروين ديريكت مشيت تعدت لها. هدى وقت اللي دخلت وشافت الدار ما تقريب تبكي، ما تعمل لي كيفاش صغار يعيشوا هكا بالحق، معناتها وسط باش تبكي هي معناتها، وانا كانت عندي ثقه انها باش ترجع لي بالحق ورجعت لي. انا طلباتي راجلي يرجع يخزر حتى عين، معناتها عين باش يخزر بها باش ينجم يشوف صغاره بالحق، معناتها خاطر كل شيء راه يتعوض الا الصح. انا امنيتي، انا مستعده نتبرع بشبكيه راجلي، مستعده معناتها انا مستعده نشوف انا بعين وهو بعين، المهم يرجع يشوف صغاره. مشكلتي في تونس الطبيب معناتها ما حبش يعطيني حتى امل على اساس العمليه هذه باش تعمل زرع شبكيه في تونس، لا يلزم كان البر. الطبيب اللي عديت عنده اللي عمل لي ثلاث عمليات قال لي راهي تتكلف حكايه 200 الف يورو، انا البر فهمتني، حكايه 600 وحاجه، 600 مليون هكاك فهمتني. وانا ما نكذبش عليك شاكك فما خلل، معناها فما حاجه في الثلاث عمليات اللي عملهم لي، ما نكذبش عليك فما يلزمني نحب نشوف طبيب معناها لهنا كان ولا اهل الخير فهمتني، يعاودوا يرجعوني لطبيب اخر باش يحب يشوف لي منول جديد، معناها نعمل عنده معناها كما نقولوا احنا فيزيت جديده معناها فهمتني، خاطر هو مره يعمل لي راهو عصب بصري فهمتني، ومره يعمل لي شبكيه العصب البصري اللي هو يتكلف حاجه قليله برشا معناها 30 مليون 40 مليون فهمتني، حتى زرار قوي ستيرويد واحد فهمتني. مره يعطيني، كي قلت له انا حل قلت له اعطيني رابور ميديكال نتاعي انا مش نبعثه لبرا على اساس باش نشوف الجمعيه تعمل لي عمليه، قال لي لا راه عصب بصري، معناها انا شاكك فما حاجه غلط لي فيها فهمتني. وان شاء انا امنيتي الوحيده في الدنيا هذه نحب نشوف بنياتي معناها لا اكثر لا اقل، خاطر انا ما خلقتش باش نقعد قاعد في الدار مثلا، نعرف يرحم والديهم هما معناها ناس الخير وكله، واختي هدى واختي فاتن معناها عاونوني ويرحم والديهم، انا ما نحب نخدم، انا نحب ننتج، نحب انا نجيب الفلوس، خاطر انا عمري 32 سنه الجمهوريه التونسيه كلها خادم فيها ولايه معناها نسميها لك بلاصه معناها. Thank you.
كوجينتي، هذا غاز، هذيك الفجدير، هذه الكسرونه، هاي هاي هذه الكسرونه حكيتها حكايه، هذيك منين طيبها المرقه، منين كسكسي طيب حاجه بركه في رمضان، خاطر ما عنديش معه، ما عنديش البنات يقولوا لي امي يا زينه من الفقر طيب لنا حاجه ناكلوها باهيه، منين يقول لهم كاهو ذاك اللي عندي، عندي كسرونه برك، منين طيبها كسكسي، منين طيبها معه. هذه المدخل نتاع مدام سعيده، ما فماش باب شارع، ما فما حد شيء يظهر لي، خلينا ندخلوا نكملوا نشوفوا. هذه التواليت من غير باب في الشارع، في الشارع هذه راهي في العوينة في الشارع من غير باب، شفت الهنيده وشو، وفي الشارع راه ما فماش باب. هذا لافابون تاعي نغسل فيه في المعونه، التواليت منها غسيل معون، منها دوش، منها هنا نغسل المعونه، وهذيك السباله هذيك منها نطيب منها، السباله هذه نطيب منها، وسط التواليت نطيب منها، هي هذيك حي، هذيك من غير باب، غير باب، هذيك الباب عطته لي جارتي، هذيك عطوه لي العباد، الناس الخير عطوني الحوايج المولي اللي ما نحشتوش بهم يعطيهم لي انا، هذه الصاله نتاعي هكا على غالب انا ظروفي تعبه، الفلوس اللي نلمهم نشري بهم البيلات للاباريات ولا هذاك هو. يعني كنت ما نسمعش، كنت ما نسمعش بالبنية الزوز، كنت نخدم في شركة فهمتي، ميناج ننظف، هزني مقاول نخدم في شركة، خلوا الراجل اخي جايب لي واحدة ترشة ما تسمعش، خرجوني من الشركة على خاطر وذني قبل ما نركب لاباري، ولا كي خمل لي خويا لاباري كهولي، قالوا لي ما تساعدنيش واحدة ما تسمعش جايبها لي تخدم. يعني عندي بناتي صغار، عندي حبة تعاوني، حبة تقف معي تعاوني، لا ماء خالص لا ضو خالص، المنقالة الماء نحوها هزوها، هزوها بكلها الماء المنقالة 400,000 400 ولا 450. قديش من صغير عندك؟ عندي 8 صغار، معايا 5 و3 عرس، و3 والباقي كلهم يخدموش في الدار. صغارك يرقدوا معناتها هنا هكا في ال، صغاري قبل كانوا نرقدوا كل مع بعضنا، غاديك كي صبت علينا الماء وكل، عاونوني ناس الخير شويه بنيت هذيا، وسكننا فيها كيكا تراب و سقف، وسكننا فيها كيكا. منين مورد الرزق نتاعك؟ كيفاش تعملوا باش تاكلوا؟ كيفاش نلموا الدبابس؟ معيشتهم بالدبابس. نمشي في الليل انا والصغار نلموا، وفي النهار الراجل يمشي هو. في الليل ماخر يخرجوا يغطوا شعراتهم بالمحرمه ويخرجوا يلموا، يخرجوا معايا. كيفاش عاونوك الجروب ذي مدام فاتن؟ كيفاش عاونتك؟ فاتن وقفت معايا رمضان كامل، هي اللي هزتنا يرحم والدها، جابت لي شكارة سميد نخدمها في شوية الملسوخة أنا وبنتي، ورمضان كامل قعدت تجيب لي فيه كل شيء. بصراحة يرحم والدها، كان مش من هي احنا رمضان ما نجمش نعدوه، هي بركة اللي وقفت وطلت علينا، هي بركة هكا، وما شفت حتى حد ما عدا مدام فاتن. ما جاوك الجمعيات أخرين مالقريب؟ فما برشا جمعيات. لا ما جاتني حتى جمعية، ما عطاني حتى حد. بما اني انا بنت العوينه نعرف شويه الاحياء الشعبيه هوني، عبينا الكرهبه كما العاده، حضرنا القفه نتاع رمضان. بون ديجا من قبل رمضان انا جيت هما، كيف كي العاده في لوستاند فاوندو كونسومي تونسي، وبدينا ندورو هوني في الاحياء وفي الحومة، لين تعرفت على مدام سعيده. كي شفت الحاله حبيت ندخل بالحق، خاطر شفت الحاله من برا حسيتها حاله معناتها تستحق انك تعاونها اكثر من القفه، فهمت؟ دخلت للدار، دقيت الدار، تصدمت من الحالة اللي شفتها، 5 صغيرات بركة معاها، البو الأم في نفس البيت مع 5 صغيرات، كوجين ما فماش، تواليت ما فماش، ما فما حتى شيء معناتها يخليك تعيش أبسط ضروريات الحياة ما فماش. هبطت الحالة على الجروب، ما لقيتش برشا تفاعل الحقيقة، ما زلت معناتها ما لميتش اللي حاجتي بيه، فهمت؟ ما شوية شوية من هك شفت بركة لا تحب لها برشا خدمة، الدار هذه تحسين مسكن تحب لها برشا برشا، ديجا زوز بيوت هذوك مرا مشي تعدوا يتعاودوا نولوا جديد، ماكلهم من دي ماكلهم سوس، صبين دالة ومرمى ما هيش سهلة، تواليت وكوجينة، كرلاج، أثاث، نستحق ومازلنا مستحقين برشا إعانة للدار هذه، إن شاء الله باش نحاولوا نوفروا لهم عيشة كريمة كما نسكن. ما طلع عليا حتى حد في رمضان، حتى واحد، كان مدام فاتن أكهو طلع عليا حد. هاك تشوف من نغسل في المعون برا، شوفوا في بانو عملته كي لافابو نغسل فيه، وشفتوا كيفاش الكوشينه. مدام فاتن انا متفائله،
تعرف علاش؟ خاطر احنا كي شفنا معاك الكام تاع سي حمزة في دو جور عملتوا له كل شيء بصراحة. حتى سعيدة ما تصعبش عليكم ان شاء الله. ان شاء الله سعيدة جيت في اخر رمضان والعبيد نعذرها من راهو بالحق كونفينمون مع رمضان مع ناس بالحق ما عادش تقدر اللي يعاون بون يعطيه الصحة وان شاء الله يتفاعلوا معنا كيف كيف وسعيدة نحاولوا نخرجوها ونعملوا لها خير من حمزة قدرة ربي. احنا ان جروب متطوعين بون عندنا برشا راهو نخدموا مش توا معناتها بيريود الكونفينمون يمكن زدنا مع الكورونا اما من قبل ديما عندنا دي زاكسيون نخدموا ديما على الرونتري سكولير نتاع الصغيرات حوايج العيد رمضان معناتها ديما مسترسلين الحالات عندنا كما تعرف ما توفاش الحالات ولا نقول كوارث اللي في تونس والفقر اللي عندنا ما يوفاش وكل مره من بلاصه لبلاصه واحنا ندورو من تونس جمهورية الكل. كيفاش بديتوا؟ كيفاش بدينا؟ نشكروا مهدي بوشعير واحمد بوشعير هما المؤسسين تاع الجروب لوست اند فاوند هدى الناصري كونسومي تونسي بداو بجروب صغيرون ومن بعد بشويه بدا يكبر الجروب ودخلنا احنا متطوعين معاه باش نجمو نكوفريو بازيد بلايص فهمت. التمويلات من عند المواطنين من الشعب التونسي مواطنين بالخارج خاصة وتحية كبيرة لهم زادة يشوفوا الحالات يتفاعلوا ويكلمونا بالوقت يبعثوا اللي باش يبعثوا كل واحد باش يتبرع كسسوا حوايج أثاث فلوس كل واحد باش يتبرع. ورا الشعب التونسي ما يصدق كل ما يشوف الفاكتويل على عينيه. احنا السويفي دي زاكسيون اللي نعملوا فيهم كلهم موجودين على الجروبات نتاعنا لوستانت فاون تونيزيا وكونسومي تونسي ناخذوا الحاله دو ا زد نهبطوا الحاله كيفاش بدات ومن بعد تفاعل العبيد ومن بعد بتفاعل العبيد وين وصلت الحاله. العبيد قاعده تشوف في الحالات كل مره نهبطوا حاله كيفاش بدات كيفاش ولات عندها ثقه فينا ولات تتصل بنا العبيد فما عبيد تجينا المقر نتاعنا ما غير يجيونا على غفله معناها ما يقولونيش اللي هما جايين لافونس يجيو على غفله يكلمك يقول لك انت وين موجود المقر نتاعك نعطوه على العنوان يجي على غفله يشوفنا كيفاش احنا نخدموا معناها احنا من صحيح كما قالت فيت ان احنا من قبل الكورونا قاعدين نخدموا اما بوتيتر تو خاطر الدنيا وقفت وصافي دو موي دمي اللي احنا نخدمه ليل نهار دونك ديما موجودين في المقر نتاعنا وندوروا على جمهورية الكل دونك العبيد قاعده تتبع فينا وقاعده تشوف على عينيها السويفي دي زاكسيون وين واصلين لي زاكسيون هذاك علاش العبيد عطاتنا ثقه والعبيد قاعده تعاون فينا باش احنا نوصلوا لاكثر نمبر نتاع عبيد نعاونوا اكثر نمبر نتاع عبيد. نتوما جروبات على الفيسبوك ناويين توليو جمعيه ولا لا؟ احنا ولينا جمعيه احنا جمعيه كونسومي تونسي وجمعيه لوستانت فاوند خاطر نتوما تعرفوا في تونس باش انت تتحرك على راحتك لازمك امور قانونيه احنا نحبوا نمشيو بامور قانونيه واحنا مع القانون دونك سجلنا معناها الجمعيات نتاعنا كونسومي تونسي ولوستانت فاوند اما ما كملوش الاوراق جوسكا لا فان دونك احنا ما عندناش نيميرو دو ماتريكول فيسكال كوسوسوا لوستانت فاوند ولا كونسومي تونسي اما قاعدين نكزيرسيو في النشاط نتاعنا على اساس الجمعيات خاطر اوراقنا مصبوبين دونك نستنيو جوست في لا ديرنيير كونفيرماسيون باش ما نظلموهمش ولا ما نلوموهمش على خاطر راهو تزامنا مع الكورونا الدنيا كامله واقفه دونك بوتيتر هذاك علاش بطات شويه الحكايه.